ترحيب بالسادة الحضور لنيافة الحبر الجليل الأنبا دانيال أسقف المعادي وتوابعها وسكرتير المجمع المقدس، فليتفضل. باسم صاحب الغبطة والقداسة البابا تودروس الثاني، وباسم دير مارجرجس للراهبات بمصر القديمة، أرحب بالسادة الضيوف الحاضرين، سيد الوزير دكتور خالد العناني وزير الآثار والسياحة ومندوباً عن السيد رئيس الوزراء، السيد الوزير محمد شاكر وزير الكهرباء، السيدة الوزيرة السفيرة نادية مكرم وزيرة الهجرة، وأرحب بالسادة المحافظين والسفراء ومندوبي الوزراء والطوائف وكل الحضور. أولاً أحب أشكر دير مارجرجس على الاهتمام بهذا الفيلم الذي يعرض الآن، مجهود يضاف إلى المجهودات التي تقوم بها الدولة لإحياء هذا المسار. مشكورة الدولة، قامت بمجهود كبير وحضرنا اجتماعات كثيرة في أماكن عديدة ووزارات متنوعة، ووزارة التنمية المحلية حالياً بتقوم بدور كبير في قيادة محطات زيارة العائلة المقدسة في مختلف المحافظات. فهذا الفيلم الذي سيعرض الآن نوع من المساهمة في نشر هذا الوعي بكل العالم، ولذلك سيترجم هذا الفيلم إلى لغات عديدة لينشر في العالم كله. الحقيقة أنه هذه الرحلة، رحلة العائلة المقدسة، تعتبر زي الحج المسيحي إلى القدس وهكذا، وهو من الأماكن المشهورة في العالم، ونأمل أن يكون لها صدى كبير في العالم كله من جهة الزيارات في كل مكان. وحقيقة دايما قداسة البابا تودروس الثاني بيتكلم دايما على نهر النيل، انه هذا الشريان الاساسي اللي بيجري في كل ارض مصر واللي كل المصريين بيتجمعوا حاليه. ولو شفنا المسار بتاع العائلة المقدسة بعد ما عبروا من سيناء، هيأخذوا هذا المسار، مسار النيل، ويصيروا على ضفافه شرقاً وغرباً حتى يصلوا إلى الصعيد والعودة. فشريان الحياة النيل في مصر رافقوا شريان الحياة الروحية التي جاءت ممثلة في العائلة المقدسة التي زارت مصر. أشكركم على حضوركم، وأتمنى إنه هذا المسار يأخذ مجهوداً واهتماماً كبيراً وتطبيقاً فعلياً على الواقع في أسرع وقت. أشكركم.